أكدتما أن توقع بنا في مهلكة، لكن الخطأ خطأي. ما كان يجب علي وأنا من كنت سأعقد النكاح أن أهم بعقده قبل أن أسمع إذن هند شفاهة. أنت من وضعتني في هذا الموقف المخجل. أليست هذه ابنة أختك التي تقول لي دوما إنها ابنتك؟ فلتهدأ يا عقيل، لقد وضعتني هند معك في المأزق ذاته، فلا تحملني ما لا أحتمل. ما وضعنا أنا وأنت سوى الفقيه الذي أقحم استئذان هند في الزواج. انتبه لكلامك يا عقيل، أكثر من الناس بالباطل والخطأ عليك. لم أقصد. ماذا تقصد إذن؟ كنت أقصد أنها لا أعلم ما أقصد. يا أصدقائي، هذا حقها، لا يصح الزواج دون استئذانها، فماذا نفعل؟ نفعل ذلك ونخالف شرع الله وسنة نبيه ونتبع هوانا؟ أعوذ بالله من الأهواء والبدع. ليس من السهل على عقيل تقبل ذلك. عقيل ليس يشغلني، ما يشغلني أنه طالب علم يحضر دروسا ويعرف، ومع هذا كان يريد أن يتغافل عن معلوم الله، فما بالك بالعامة من الناس وأحواله؟ والمقصر بتعليمهم في حلقاتنا يا إمام. العياذ بالله، ولكن العلم يظل حبيس الكتب، وإذا خرج منها يظل حبيسا لجدران ساحات العلم. وماذا بوسعنا أن نفعل؟ دلني يا إمام. أنت تعرفني وتعرف أنه ليس أحب عندي من مناقشة العلم والتفكر فيه، ولكن الناس في بيوتهم يجب أن يكونوا آمنين بأحكام تضمن لهم حقوقها، ولا تسمح لأحد بأن يأخذ منهم شيئا ظلما. أحكام الله يعلمها القاصي والداني. إذا كانوا يعلمون، إذن فما الذي كان سيحدث للتو؟ أجل، هو خطأ كبير بلا ريب. والخطأ ليس في الأحكام أو النص، الخطأ في تغييب العلم عن الناس. كيف تطلب أمرا وأنت لا تعرف أنه حق لك؟ أراك تفكر في أمر يا ابن إدريس. شمس العلم يجب أن يستضيء بها كل الناس، أن تضيء كل دار في الفسطاط، دروبها وما حولها. وأنا معك في كل ما تنوي أن تفعله، ففيه كل الخير لمصر وأهلها بإذن الله. على بركة الله.